أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن شركات قطاع البترول نجحت في الحفاظ على معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية رغم التحديات التي واجهت صناعة البترول العالمية من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار بهدف الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المستويات المرتفعة الحالية للأسعار بأسواق البترول والغاز العالمية تشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج. جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول الجمعية العمومية لشركتي بترو الشرق وبتروبيل بالفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2021-2022 والموازنة المقترحة للعام المالي 2022-2023. 2023.